أنا منذ بداية هذه الأحداث قلت إن موضوع المختطفين ليس شبيها بقضية جلعاد شاليت. أنا في وقت صفقة جلعاد شاليت أنا عارضتها، بل وقلت لوالده نوعم شاليت رحمه الله الذي جاء لكي يقنعني أن أسمح وأوافق على تلك الصفقة في حينها 1027 من المخربين على رأسهم يحيى السنوار، ووقتها أنا عارضت وصوت ضدها في الحكومة، وقلت لوالده اسمع أنت تملك ميزة هو أن كل شعب إسرائيل يعرفك ويعرف جلعاد، ولكن شعب إسرائيل لا يعرف مئات العائلات الثاكلة التي سوف يقتل أبناؤها نتيجة لإطلاق سراح هؤلاء المخربين، والآن رأيناه واقعا على الأرض نتيجة لإطلاق سراحهم. من يظن أننا سوف ننهي هذه الحرب دون إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبار فهو واهم. هل سيكون ذلك؟ طبعا سيكون. هل أنت تدعمه؟ نعم طبعا.